قول لي بقى النادي الاهلي بدأت القصه ازاي؟ يعني انا سالت احمد برضو النادي الاهلي مين اللي كلمك؟ ازاي النادي الاهلي وصل لك؟ يعني قول لي التفاصيل. طيب اولا هو انا ما اتكلمتش مع حد من هناك لان انا فاهم ما اعرفش اي حد. وانا كنت في امريكا اساسا. فهم اتكلموا مع الايجنت بتاعي محمد جو. بس فهو اتكلم معاهم وكده وهو قال لي هم عاوزينك هنا في الاهلي وكده. وقال لي قال لي ان هو فرصه كويسه ليك وكده. فبس فانا اخذت لقيتها فرصه حلوه. فرصه حلوه وكده. فقلت ماشي انت فاهم. مضيت امتى يا ابو حميد؟ مضيت امتى؟ حوالي اعتقد على شهر 4. شهر 4 لان انا عارف انت ماضي من بدري. انا بسالك السؤال ده متاكد. شهر ابريل تقريبا. ابريل. طب انتوا في جورجيا الدوري كمل ولا وقف عشان كورونا ما استكملش؟ يعني لا هو دوري كمل. بس اللي هو بس هو السنه اللي فاتت هو اللي ما كملش أي مكملش حاجة. عشان كورونا ولا السنه اللي قبل كورونا؟ عشان الكورونا. فانت بقى شهر 4. طيب انت من شهر 4 رجعت مصر ولا قعدت في جورجيا؟ لا انا رحت امريكا. انا رحت أمريكا. في امريكا. رحت برضو نفس الولايه تكساس ولا في تكساس؟ ما انت تلاقي اصحابك هناك بقى والملعب اللي اتمرن فيه. ما هو انا مراتي انت متجوز كمان. متجوز من افراح. قعدت مع مراتك في تكساس؟ رحت قعدت مع مراتي طبعا بقى اتمرنت وحكايه اللي هو كانت صعبه شويه ان كل حاجه هناك في تكساس كانت مقفوله عشان وهنا كمان كل حاجه هناك كانوا قافلين كل حاجه خالص عشان هناك الكيسز هناك كانت عاليه قوي. بس فكنا قافلين مناطق كبيره كتير قوي في اللي هو الجيم وكل حاجه. طب رجعت مصر امتى؟ يعني جيت من امريكا. انا لسه راجع من حوالي 10 ايام. 10 ايام. اسبوعين كده لسه راجع. يعني لسه بعد تجمع بعد الدوري. طب انت جيت لوحدك ولا مراتك معاك؟ لا انا جيت لوحدي. جيت لوحدك. متخطط ان مراتك تقل. ان شاء الله. بس هي دلوقتي بتخلص الجامعه بتاعتها وكده. الجامعه. فهي بس انت ليك يعني سكه طويله كده. وكان يمكن احنا في مصر فوجئنا. انا بكلمك بصراحه يا ابو حميد. يعني احنا كنا نعرف احمد وبتاع وبيلعب وبعد كده فجاه الاهلي مضى احمد حمدي. يعني انتوا بتهزروا ازاي ده؟ قال لك لا ده ماضي معانا من فتره. ايوه. طب انت النهارده اول ماتش ويمكن احمد قال لي عملت ماتش حلو جدا النهارده مع الظهور. الحمد لله. كام بونت النهارده؟ والله ما عارف. انا بقى بروح العب ما بفكرش اساسا لا ريباوند ولا بوينتس ولا اي حاجه. انا بروح العب بس بعد الماتش تسال بقى انا عملت ايه وبتاع. ولا حتى ساعات ما بسالش. ساعات ما بسالش والله. حتى باشا ده اللعيبه في مصر هنا بيبقى بيشوط هي انا جبت كام. لا والله اللي هو انت فاهم اللي هو مش فارقه اللي هو انت فاهم. انا اروح العب بس كده بعد الجيم اللي هو لو حاسس ان انا عرفت ما حصلش اللي هو ما بسالش يعني. بس دي العقليه دي برضو جات لك في امريكا. بالظبط اللي هو انت بتروح تلعب الماتش وبس وتمشي. ما تفكرش على الباقي. صحيح يعني.